دائما حصتنا فيها ركنين، الركن الاول خاص بالطبخ والحلويات، والركن الثاني خاص بأناقتك جمالك ورشاقتك. عندي ليك سيدتي، عندي سباغيتي بزاف شباب بزاف شباب سباغيتي، وعندي ليك سيدتي اليوم عندي كيفيات في الطبخ شابين بزاف واقتصاديين، يعني ما يكلفوش، واكلات شتويه وصيفيه تقدر ديرهم في الصيف ما تقدرهم في الشتاء. هنا نبداو بالسباغيتي المقارون سباغيتي. الو عندك، انا نعطي لك الكميه نتاع باطا سباغيتي شكاره سباغيتي، لانه دائما العائله الجزائريه كبيره، واللي ما عندهم عائله صغيره دير نص المقادير. انا دائما جو باز سور لا غروند فاميزا، يعني نركز على العائله الكبيره، لانه احنا دائما عائله كبار تاع يعني العائله الجزائريه. هنا عندنا ساشي تاع سباغيتي، ساشي سباغيتي، عندنا ثلاثة حبات بصل، عندنا حبة طماطم، عندنا زوج مغرفات أكل نتاع طماطم صبرة، عندنا التوابل الملح فلفل الكحل سكنجبير كروية رند كمون كركم وثوم. شباب انا كليت، يعني جارتي جابتو لي بزاف شباب، انا دائما لما ناكل حاجه وتعجبني نحب نقدمها للاخوات. نعاود التوابل ملح فلفل الكحل سكنجبير كرويه والقرنت شويه كمون شويه كركم وثوم. هنا شوفي ونحتاجو شويه تاع زبده، واحد زوج مغارف زبده. الوغ في الطنجره، في الطنجره ديري شويه تاع الزيت، وديري البصل ثلاث حبات بصل رابيهم وقليهم حتى يتكرملوا حتى يذبل البصل، نقصي النار وخليه راك يتحركي تحركي حتى البصل يدوفيان ترانسلوسيد، معناها يصبح شفاف يدخلوا طياب. الوغ نضيفوا الباقي تاع المقادير، يعني الحبه تاع الطماطم نقشروها ونربوها، الطماطم الصبره نتبلوا ونمرقوا بشويه تاع الماء، يعني كميه تاع الماء المطلوبه كان مرقو. الوغ كي يغلي الماء نرمو لي سباغيتي تاعنا، نرموهم ومن بعد نخلوهم يطيبوا ابوان، يعني كي يطيبوا تماما واش ديري؟ ديري زوج مغرفات نتاع نسيت نعم، دونك هنا لي بات ما غليناهمش، طيبناهم في هذاك المرقه، قلت نديروا لي سباغيتي يطيبوا في هذيك المرقه ابوان حتى يطيبوا كامل. الوغ كي يطيبوا واش ديري؟ طفي النار وديري لهم زوج مغرفات نتاع مارغارين، مارغارين غامولي، لا مارغارين طريه، ترفدي زوج مغرفات وديريهم في الطنجره وتغلقي الطنجره نتاعك. شوفي لي سباغيتي بزاف بزاف شابين، حنا تعودنا باش لي سباغيتي نغلوهم ونديروا لهم اون صوص، حنا هنا طيبناهم في المرقه كيما طيبوا المقارون. برك قلت في الاخير ضيفي زوج مغرفات اكل نتاع مارغارين، تخلطي وتغلقي الطنجره وتخليها. هنا تشوفي لي سباغيتي، اللي عندها لحم مرحي، اللي عندك احنا درناهم بلا لحم، اللي عندها شويه تاع اللحم مرحي تقدر تضيف في المرقه كمشه ولا تاع اللحم مرحي، يعني كفته، يعني سي فاكولتاتيف اختياري، الا عندك ديري، ما عندكش ما معليش، ولكن الا كانت شويه كمشه هكذا تاع اللحم مرحي تقدري ديريها مع لا صوص ثاني كتجيك بنينه. عندنا روز في الفرن وسي ثاني كشباب. الوغ شوفي كتبي عندنا زوج كيسان تاع روز مغلي، زوج كيسان روز غلي، زوج كيسان تاع روز غليه في الماء المملح، ديري شويه تاع ملح في الماء وغليه. كي يغلي الروز قطريه، بيان سور دائما كي نغلو الروز ونقطروه نديرو في كسكاس ونديرو شويه ما بارد باش نحلو هذاك لاميدون باش ما يبقاش لاصق باش يجي فركت. خلو يقطر. الوغ في مقله نديرو شويه زيت ونقلو بصل، الوغ اما زوج حبات بصل كبار اما اربعه صغار، هنا لازم البصل بزاف. الوغ قلت اما زوج حبات بصل كبار اما ربعه صغار، نقلوهم راكي تقلي فيهم على نار هادئه حتى يتكرمل. تشوفي يعني دائما نقلو البصل حتى يولي شفاف، يعني حتى يبدا يتكرمل.
الو كي تشوفيه يبدا يولي شفاف يعني دخلوا طياب، واش نديرو؟ خذي 3 حبات كورجات قرعه، رابيهم وضيفيهم مع البصل، غطي المقله وخليها طيب. كي نغطوها يعني فيها سر، لما نغطوا الماعون والماء ما نغطوش، كي نغطوا الماعون والاكله راهي طيب هذاك لو جو ما يتبخرش. كي تحبي لو جو يتبخر نقلو ولا نطيبو بلا غلاق، يعني اكوفير، اكوفير معناها مغطي، اديكوفير معناها ماهوش مغطي. دونك نغطوا الماعون باش الاكله ما تتبخرش منها لاصوص، يعني تبقى فيها المرقه. كي تحبي المرقه تاعك تنشف خليها تغلي بلا غلاق باش يتبخر هذاك الماء والمرقه تقلع تنشف. يعني هذو قوسين فتحتهم لكم ومعلومه عطيتها سورتو للمبتدئات. بون حنا هنا نقلو اكوفير معناها مغطي، المقله راهي مغطيه. علاش؟ باش ما تنشفناش، باش ما تنشفش هذيك لاصوص تاع القرعه والبصل تبقى في المقله نتاعنا. الوغ نديرو شويه ملح، فلفل كحل، سكنجبير وشويه كركم. هنا نتبلو بهذا التوابل، ملح، فلفل كحل، سكنجبير وكركم. هنا ثاني قلت انا الوغ هنا القرعه كي رابيناها يعني طيب الخف ما عندهاش يعني ما تطورش. بون نكونوا غلينا الروس قطرناه، واش ديري؟ خلطي هذاك الخليط اللي في المقله مع الروز نتاعك، خلطيه مليح بالمغرفة حتى يتخلطوا كامل المقادير مع بعض. الوغ ضيفي شويه جبن او شوا اختياري، تقدري ديري جبن تاع لي بورسيون معناها الطراف تقطعي، تحبي ديري تاع الميزان، تحبي ديري جبن مبشور، يعني جبن اختياري كيما تحبي ديري شويه تاع جبن. ومن بعد ضربي 3 حتى 4 حبات بيض، ديري شويه ملح فلفل كحل، ضربيهم مليح وضيفيهم للخليط. هنا تحصلي على خليط يكون سمي ليكيد معناها شيب سائل، وتخيد ما يجي ناشف، ما يجي جاري، يجي شويه سائل. تحكمي لو بلا تاعك، تدهنيه وتفرغيه في البلا، تسويه مليح. الى عندك جبن مبشور ديري فوقه شويه، ما عندكش استغناي عليه لانه ديجا راه فيه الجبن والبيض. اللي عندها دير شويه جبن، دائما اطباق في الفرن يعني لما نديروا الجبن تجي شابين، يعني زيد اللذه، تجي لوغو تاعهم يجي شباب. وديري في الفرن جوست بو غراتيني لانه كلش طايب، جوست باش البيض ينشف، وحتى يعني غير بالبيض راح يحمر من الفوق، يجي شباب بزاف بزاف. بون الاخت اللي عندها شويه لحم دائما، احنا هنا انا يعني كليتو بلا لحم غير بالجبن والقرعه بزاف شباب. اذا كان عندك شويه لحم رحي ضيفيه وين ضيفيه؟ ضيفيه في لاصوص. كي تكوني ديري في القرعه مع البصل ضيفي كمشه اللي عندك لحم رحي يتقلاو مع بعض، وضيفيهم للروز ثاني تعطينا ان اوتر غو، تزيد لنا لذه للروز تاعنا. الوغ هنا واش نديرو؟ رانا مقبلين على فصل الشتاء، الاخت تدير ان سوب حساء تاع خضار ودير هذا لو غراتان، وعندك وجبه كامله للاطفال. هو ريا من وهران، حيوها ونحيو كل سكان الباهيه وهران، بحثت لنا بحلوى دونك نكتبوها مع بعض. 250 غرام مارغرين طريه، نص كاس نتاع سكر غلاس يعني سكر ناعم، عندنا كاس نتاع كوفخيت نتاع الفراوله نتاع لافخيز، 3 صفار بيض بكيه خماره والفارينه. نعاودو 250 غرام مارغرين طريه، نص كاس سكر غلاس، كاس كوفخيت تاع الفراوله. بون هو اللي عطاتنا تاع الفراوله، واللي تحب دير تاع الشوكولا ولا فاني كيما تحب، يكون مطحون بيان سور. تقول لي ناديه قولي مطحون، اكيد لي كوفخيت مطحونين بيان سور. 3 صفار بيض وعندنا بكيه خميره والفارينه، نعطرو بلا فاني بيان سور دائما باش تجينا الحلوه شابه. عجينتنا تكون طريه نحلوها بالحلال ونقطعوها كيما الكوفخات، مستطيلات كيما الكوفخات، ما تخشنيهاش لانه تاخذي بعين الاعتبار الباكيه تاع الخماره. طيبيها على 180 درجه، كي طيب الحلوه نتاعك تخليها تبرد وتلصقيها زوج بزوج بكريمه. هنا كريمه شافيها فيها مارغرين والحليب مركز كراميل،
حليب مركز كراميل الى مارغرين، ضربيهم بالباتور، تحصليه على خليط يكون لون تاعو بني، تلصقي الحلوه نتاعك ومن بعد تطليها بالشوكولا، تطليها بالشوكولا. هنا التزيين يبقى عندك، تحبي تخليها هكذاك، تحبي تديري خطوط بالشوكولا قبل ما تنشف ثاني تجي شابه. انا نحب هذا، يعني دائما نحب لا سيمبليسيتي، نحب الحاجه البسيطه الحاجه السهله، ما نحبش هذاك الديكور بزاف، يعني حتى حلوه ما تنتكلش ناديه يقوي بزاف هذيك لا بات داموند وهذوك. احنا كاين الحلوه اللي تاع الاعراس اللي يعني لازم تكون مشبحه، ولكن الحلويات تاع دائما هكا الاطفال من الاحسن، وانا ننصحكم ما ديروش هذاك لو ناكري يعني لو برونز اي تو سور لو شوكولا. اي قالت لك ناديه تقدري ديري غوفريت غابي، انا ايه هذه ناديه قالت لك ديري غوفريت غابي قبل ما تنشف الشوكولا. انا ثاني كنعطي لك ليدي نتاعي، قبل ما تنشف الشوكولا ديري خطوط بالشوكولا منها ثاني تجي شابه، يعني دائما حاجه بسيطه حاجه سامبل تكون شابه تكون شابه. نعم طلبت لي اخت الحلوه نتاع الطبقات. احنا عنا العجين، شوفي عنا العجينه يعني بون، في كسرونه حطي كاس تاع سكر عادي، ديري معاه ثلث مغارف نتاع عسل، ديري مغرف كبيره بيكربونات وزوج مغارف نتاع مارغرين طريه، ديرهم فوق النار وراكي تحركي بالمغرف تاع اللوح حتى يتكرمل الخليط يولي اللون تاعو كراميل. نحيه فوق النار، ضيفي له نص مغرفه مارغرين باش ما ينشفش، تكوني مجدة ثلاثة حبات بيض على جهة ضربيهم، ومن بعد لازم تكوني سريعة باش البيض ما يطيبش، كي يولي هذاك الخليط شوية يبرد شوية ما تخليش يبرد يولي شوية يعني يتحمل هذاك البيض، بدأ يتفرغي في ذاك البيض وتخلطي بالمغرف تاع اللوح، تحصلي على خليط سائل ولكن لون تاعو بني، أنه ديجا السكر تكرمل والبيكربونات هو اللي يخليه يتكرمل، وسي ديريه في البداية. من بعد تبدا تضيفي في الفارينه حتى تحصلي على، فرغي ذاك الخليط في معون، ضيفي الفارينه حتى تحصلي على عجينه تكون لونها بني. قسمي العجينه نتاعك على 4 كرات متساويه، ومن بعد كل كره نحي منها شويه باش تحصلي على كره صغيره. الو 4 كرات كيف كيف، كل كره نحي منها شويه وحطي على جهه باش تحصلي على كره 5 اصغر منهم، لانه نحتاجوها للتزيين. بون تاخذي البلا تاعك اللي يروح الفرن قلبيه. ديري فيه كمية كبيرة تاع يعني بون كونتيتي دو فارين تاع فارينة، ديري فارينة فوق طاولة العمل وحلي بالحلال الكرة الأولى، ومن بعد رفديها عاودي حطيها في الظهر تاع البلا وحليها بالحلال تجي رقيقة، حليها رقيقة حتى تغطي لك كامل الظهر تاع لو بلا، تقبيه بالشوكة وطيبيه في الفرن. ديري نفس الطريقة بوغ لي 5 بول الكرات للربعة، خليهم على جهه، الوغ يجوك ربعة طبقات وواحدة تجي صغيرة، رايحين هذيك رايحين طحنوها باش نزينوا بها من الفوق. بون تخلي هذوك الطبقات على جهه وتوجدي الكريمة نتاعك. الكريمة نتاعك واش فيها؟ فيها كاس تاع حليب، زوج مغارف مايزينا، ديرو فوق النار حتى يتقالوا، راكي تحركي حتى يتقالوا، تجي خليط يجي سميك. انا نقول لك خليط سميك ولكن ما شتيش، اما اللي تربس تشوفوا يعني وتمسوا. علاش قلت لك يعني عندكم حضور، علاش ما نبخلوش الاخوات اللي يعني ما يقدروش يجوا، نورو لهم كمام ودي يفهموش، يعني ندير كل امكانيه تاعي باش نفهمكم. بون قلت ديري زوج كاس تاع حليب، زوج مغارف تاع مايزينا، ديروا فوق النار حتى يتقل الخليط. كي يتقل الخليط تكوني مضربه من جهه اخرى 250 غرام مارغرين طريه مع 6 مغارف تاع سكر غلاس سكر ناعم، ضربيهم بالباتور حتى يولي الخليط بيض، ضيفي له شويه تاع لافاني، ومن بعد تبداي ضيفي هذيك لا كريم اللي درتيها الاولى، كريمه مع تاع الحليب مع لا مايزينا، ضيفيها في ذيك الخليط نتاع لا مارغرين وراكي تضربي بالمغرف الضربي حتى تصبح لك كريمه خفيفه، تجي كوم اون كريم انجليز، تجي خفيفه شابه. هذه الكريمه تقدري تحضري يعني تستعمليها حتى بوغ لي غاتو تاعك تراديسيونيل، لما ديري الحلوى تاع اي حلوى باش تلصقي
لي بتي فور باش تلصقي بهذا الحلو بهذه الكريمه. تقدري ديريها بلافاني كما تقدري ديري لها عطر ولا ديرها شويه الشوكولا عطر الكراميل لوناس كافي كما تحبي تعطريها. المهم انت وجديها بيضه وديري لها لافريز كما تحبي. حنا في هذه الحلوه نديروها بلافاني لانه الحلوه تاعنا فيها لوغو تاع الكراميل دونك نديروها بلافاني باش تجي بيضه فلوس. الوغ تحكمي الطبقه الاولى تحطيها فوق طاوله العامه ولا في السنيوه قلبي السنيوه وحطي الطبقه الاولى. ديري طبقه تاع كريمه اون بون كونتيتي طبقه مليحه يعني معتبره. زيدي الطبقه الثانيه وحطي الكريمه. الطبقه الثالثه وكريمه حتى تكملي. الطبقه الاخيره ثاني غطيها بالكريمه ومن بعد هذيك الكره الصغيره اللي حليتيها طيبتيها رحيها اللي ما عندهاش رحيوه تسكرفجها وتسيرها باش تجيك الغبره. غطي كامل الوجه نتاع الحلوه نتاعك. هنا هذه الحلوه لازم تبات لانه كي تطيبيها راح تجي يابسه راح تتقرمش تجيك يابسه يعني كي تشوفيها تقولي بالك ما نجحش فيها. لا دير لها كاع المراحل اللي قلت لك عليهم. غطيها بهذوك لي شوت يعني بالديك الغبره تاع الكره الخامسه اللي حليناها. غطيها وخليها تبات. الغدوه من ذاك قطعيها تجي شابه بزاف. قطعيها اما مقروطات اما مربعات ديريها في لي كيسات شابه بزاف الاعراس الافراح المناسبات وحتى لوليداتك يعني وحلوه اللي ما تطلبش لا مجمد لا. ديريها في علبه يعني قطعيها وديريها في علبه ومادام طبطه مادام تجي شابه.